السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوع جريمة قتل بحيمة سينيس الضريح، شاب يقتل أخته. الله يرحمها يا رب العالمين ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وهذا كلام جارهم تجنبا للقيل والقال. الأخت المقتولة ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، معاقة حاكمة الفراش وأم لثلاث أطفال. والقاتل اعتدى أمس على والدته وهي طارحة الفراش في المستشفى. الله يشفيها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.